شكرا لكم للأستاذ عثمان مخون على هذه الشهادة الطيبة في حق الأستاذ الحكيم عبد السلام. هي أوراق كتابات مشرقة مباركة اكتملت على المحبة وبعدها الإنساني العميق. لمست شغاف القلوب، انفتحت على عوالم الحلم والانتشاء بلحظات المعرفة والدرس كصوفي يخلع عليه ليهيم في شطحات الوجد بين المريدين. كان يهيم وجدا وانتشاء واحتفاء وألقا وترنما، وهو يصيغ السمع لأصدقائه التلاميذ يترنمون بالشعر بين محمود درويش وجبران خليل جبران وصلاح عبد الصبور ونزار قباني، وهو يرقب بصبر حماس المتعلمين، يبني معهم عالما من الدهشة والجمال يحمل أثره فيه نحو سعي دؤوب للقبس اللانهائي يهذب النفس والذوق والأخلاق. ينضاف إلى مساعيه العظمى في توسيع أفق معنى الدرس والعلم في أبهى تجلياته. هي العوالم التي جذبته لنبل مقاصدها، قفز فوق كل الأشواك والعثرات، كان سلاحه الحب والأمل. من وحي الحنين تكتبه الذكريات 42 سنة في الفصل الدراسي، وهو المنتشي بحنينها ليصوغ لنا سردا شفافا صادقا من نسغ المحبة، يعيد فيه ترتيب الأشياء، أشياء العالم، ومنها علاقة الأستاذ بالمتعلم. هو ماسك في محراب فصله يدق أجراسا للأعراس في حجرة الدروس، يتلون فيها ترانيم زنابق الإزهرية فيروز، ويصيح آخر المجد للضفائر الطويلة، وتلميذ يسابق الريح بخطوتين كجندي يحلم بالزنابق البيضاء. ما بين الغزال وابن بطوطة رحلة بزاد المحبة كان سفرها، سقلت دروبها لتنجلي أوراقا من ذكريات مشرقة انكتبت بإزميل المحبة والصبر والتفاني ونكران الذات. يشيد معمارا من ضوء أنار دهر الحالمين السالكين فيه، من يطلبون الحب ويغنون مواويل السلام. يرشد الفراش لأثر الضوء هو الأستاذ الحبيب عبد السلام. أستاذي الكلمة لكم مع كل التقدير والاحترام. الحقيقة لا أستحق كل هذا. هناك مبالغة ولكنها نابعة من القلب. كيف سأشكر الدكتور البطيط كيلاني؟ وقد كانت تلميذي ولكن بالتبني. وكيف استطاع أن يضعني في هذه الرتبة الغالية حقيقة، رغم أنه لم يكن تلميذي. إني أشكر جزيل الشكر على تنظيم هذا اللقاء، وأعترف أني في يوم من الأيام كنت مدرسا، كما أشكر العزيز عثمان مخون على كلمته الطيبة، وأشكر الحضور، وأنا أشعر بسعادة غامرة لا أستطيع أن أحفظ جميع كلماتها، لكني أفضل أن أقول كلماتي قصيرة لأجيال قادمة، لرجال التعليم مستقبلا.
هل أقول لكم أنتم أنبياء؟ لا، أنتم مدرسون ستقول. الأنبياء اختلف الناس حولهم، هناك من آمن به وهناك من لم يؤمن به، هناك من حاربهم وهناك من أيدهم، لكن أنتم رسل يفرض عليكم عملكم أن تصنعوا الإجماع، إجماع تلاميذ عليكم، يجب أن لا يختلف تلامذتكم عليكم، يجب أن يكون التلاميذ خلية واحدة توجهونها، يحبونكم ويقدرونكم ويوجدونكم. أنتم فرض عليكم أن تكونوا عند حسن ظن جميع التلاميذ، تلميذ واحد في القسم إذا كان يكرهك رسالتك انكسرت، تلميذ واحد في القسم. يجب عليكم أن تخلقوا الإجماع في حب تلامذتكم. أنتم ستواجهون جيلا جديدا، ولكن الجوهر هو الجوهر قديما أو حديثا. إذا عرفتم أن التلميذ بكلمة واحدة طيبة تمتلكه وبكلمة سيئة تفقده، بكلمة مرنة لينة يعبدك، وبصفعة على وجهك يكرهك إلى الأبد. أنتم اخترتم طريقا وهي طريق الأنبياء كما يقول، لكن الفرق بينكم وبين الأنبياء أن الأنبياء كان تأتيهم الرسالة من السماء، وأنتم تأتيكم الرسالة من الأرض. أنتم سلاحكم الوحيد هو أن تتكونوا في مادتكم تكوينا جيدا، أن تحبوا تلامذتكم، أن تتواضعوا أمامهم، أن تصبحوا أصدقاء لهم. قد يسأل أحدكم من الذين سيتخرجون لهذا العمل الشاق ولكنه نبيل جدا، ماذا نفعل مع التلميذ المشاغب؟ ماذا نفعل مع التلميذ المشاغب الذي يحرم نفسه ويحرم أصدقائه من الفائدة العلمية؟ كل شيء يبدأ من الحصة الأولى. الحصة الأولى هي التي ستنسحب عليكم سنة كاملة، بل باقي السنوات. الحصة الأولى يجب أن تبهر تلميذك، أن تبهره بهذا المعنى، وإذا انبهر بك أصبح تلميذا مثاليا، أقول مثاليا سيصبح مثاليا. وأنا درست تلاميذ 90%، إن لم أقل أكثر، كانوا بالنسبة لي مثاليين، احترام الأستاذ، قيام بواجب، تقدير، يعني من أين أخذت ذلك؟ من الحصة الأولى. الحصة الأولى يجب أن تحضر لها كأنك ستنتهي بك طول العمر. الحصة الأولى يجب أن يكون تحضير لها، أن تسهر الليالي قبل أن تحضر الحصة الأولى. ففي الحصة الأولى مفترق طرق، إما أن تكون أو لا تكون في هذه العبارة. ربما نتطرق لبعض الأفكار في مناقشتكم، وأكتفي بهذا القدر، وأجدد الشكر للسيد العميد وللأستاذ محمود عثمان وللأخت الدكتورة مستقبلا إن شاء الله،
أشكركم جزيل الشكر لأن أرى في عيونكم حب المعرفة وحب الاستطلاع وهذا ما يثلج الصدر وشكرا. إذن لكي نثير شهية النقاش والحوار لن أحتكر الكلمة كثيرا، سأبدأ فقط بسؤال وبعدها سيكون النقاش مفتوح لكم من أجل طرح تساؤلاتكم وتفاعلاتكم مع كتاب أعراس في حجرة أندلس. إذا أستاذي دعنا نبدأ من النهاية وهي الورقة التي كانت بعنوان خاتمة ليست كالخواتم، وفيها تحكي عن حدث مرتبط بالطفولة حيث في يعني بالكتاب أو بالنسيب، وكان سرداً مستفيضاً حول ما تعرضت له من عنف وظلم من طرف الفقيه. هنا طبعاً نقارب تجربة طفل يتعرض للعنف والقسوة في المدرسة بين قوسين النسيب، هل هي من بين الأشياء التي ربما ترسبت في اللاشعور لتجعل منك أستاذاً ومربياً ينهج منهج الرأفة والمحبة ويصنع علاقة صداقة أو ود مع المتعلم؟ في الحقيقة أنت أجبت عن السؤال، فعلاً ما تعرضت له في طفولتي على يد الفقير كان له أثر، ولكن الأثر كان إيجابياً، ليست دائماً الجراح تحطم الإنسان، ولكن بعض المرات الجراح تقويه، وهذا ما حدث لي. تجربة الفقيه كانت عليا تجربة قاسية جدا، قاسية. طبعا أنا لا أعمم، ولكن أقول الأغلبية هذا ما يحدث في الكتاب، هذا ما يحدث الأغلبية. هذه التجربة أعطتني دروسا وأفادتني، وكما قالت صديقتكم أنها سكنت في اللاشعور فانعكست على عملي وعلى علاقتي بتلاميذي، أنا لا أنكر ذلك، ولذلك كانت هذه التجربة بوجهها بشعة، لكنها في الأخير تحولت خيرا على تلامذتي. هذا باختصار ممكن أن أقول. شكرا لكم. إذا نفتح لائحة بعشرة متداخلين وبعدها طبعا نأخذ نعم. إذا مرحبا بتساؤلاتكم تفاعلكم مع ربما لن يكون لديك تساؤل، ولكن إذا كان هناك إذا كانت أسئلة نعم، وإذا كان هناك تفاعل أيضا في خلال قراءتكم للكتاب. الاسم سعيدة أسامة. السعيدة نعم
إليكم سيد الفاضل عبد السلام أهدي عبارات الشكر والتقدير لما قدمتموه من جهود جبارة ملحوظة وملموسة، فقد تركتم بصمة جلية في هذا العمل الرائع. فمن ذكرياتكم المشرقة وما عشتموه في حضورات الدروس من أعراس قد سطرتموها في أوراق من ذكريات مشرقة من حياتكم المهنية والشخصية، فتولد عن ذلك نصا سرديا احتفيتم فيه بالجميل من الفضاءات والنبيل من القيم والمتين من الصداقات. فهذه الأوراق لم تجمع قط لتوثيق لحظات خوفا عليها من الاندثار والنسيان، وإنما كذلك للدفاع عن تجربة وعن أسلوب آمنتم به في التربية والتعليم وناضلتم من أجله. فقد انتقلت بنا حقا من بلاغة النص السردي إلى بلاغة الخطاب التربوي بما قدمتم من حلول وبدائل في أوراق من ذكريات مشرقة. فلكم سيدي الفاضل جزيل الشكر والتقدير. التي سعيت على هذا التفاعل الطيب والمشرق مع كتاب أعراس بحجرة أسامة. من الاشياء على امتداد
الكتاب ظل الخطاب التربوي محدقا على سماء هذه المذكرة. يعني أن الخطاب ما ميز هذا الكتاب هو تجاوز الخطاب التربوي حدود المذكرات الوزارية وحدود المقررات المنهجية إلى صياغة خطاب تربوي في قالب أدبي سردي. اختيار أنماط تدريس ملائمة، يعني صرح الكاتب في مجموعة من محطات الكتاب بأنه كان يبتكر مجموعة من يعني الخصائص التي أو المناهج التي كان يعتمد عليها والتي كان يستقيها من عيون تلامذته. في النهاية كي لا أطيل، على هذا الأساس فهذه المذكرة ستكون مفيدة جدا لفهم سيرورة العملية التعليمية التعلمية في قالب سردي. فالمتعلمون كونهم ليسوا فقط متعلمين في هذا الكتاب، بل تجاوز حدود هذه المقاربة إلى اعتبارهم ذوات وخلفيات اجتماعية ونفسية، حيث أننا لاحظنا أن الأستاذ تجاوز البعد التربوي مع التلاميذ إلى مقاربة التلاميذ كذوات نفسية واجتماعية. ما أريد أن أشير إليه في النهاية هو أن صحيح أن نوعية الخطاب التربوي يشمل الأدب ويشمل مجموعة من أجناس أخرى، لا يجب فقط أن نختزل الأدب في كونه يعني مجرد حامل خطاب تربوي. يجب أن نقارب الأدب كذلك باعتباره يعني غاية في حد ذاته، لأن الأدب لا يجب مثلا أن نجعله مجرد موظف لدى الخطاب التربوي. أن أقول أني سأكتب الأدب من أجل تلقين قيم معينة، فالأدب دائما ما يتجاوز هذه الأشياء. شكرا جزيلا وأعتذر عن وسؤال آخر، يعني لما لا
الفرق بين المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية. هل فعلا وجدت أن المدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية يعني متساويان؟ أم أنك لم تريد أن تشير إلى هذه الأمور؟ وشكرا. إذا نرجو منكم فقط تركيز أسئلتكم بدقة إن شئتم، فإذا كان من هناك من التفاعل فمرحبا، ولكن أن نذهب مباشرة إلى السؤال بدون أن مريء فرح. السلام عليكم. أول شيء أحييك أستاذ على هذه المسيرة المهنية الرائعة، وعلى قضاء مدة وجيزة وهي 42 سنة من حياتك في الحياة المدرسية والعمل الجمعوي، وأقدم جزيل الشكر. فبالرغم من حمولة فكرية الكتاب وقيمتي في مسيرة أي طالب في كلية علوم التربية، إلى أنني أعتقد أنه يحاول أن يوصل أفكار تشجعنا على الصبر في ظروف قاهرة، وهذه ميزة رائعة، لكنه يشجع أيضا على الرضا براتب في اللغة الأم وهي اللغة العربية مقارنة بباقي اللغات وخاصة اللغة الفرنسية، وهذا ما يجعل مجموعة من العوامل خاصة العامل الاقتصادي المساهمة في إعطاء الأولوية للأدب الفرنسي والإنجليزي رغم أهمية الأدب العربي والشعر. شكرا. أقدم نفسي أولا نور الدين الناصري
أستاذ للغة العربية ملحق بالبعثات الفرنسية وتلميذ للأستاذ الحبيب لسنتين. إذا كان الدكتور عبد اللطيف الكدائي حرما أو لم تفتح له الفرصة أن يكون في حجرة الدرس مع أستاذي الفاضل، فأنا حضيت أو حضيت بهذه المنة. أولا أحمل رسالة من صديق، أنا لست متتبعا في الحق الأدبي ولست ناقدا، وإنما أحمل رسالة لعبد المجيد الحسيب، أعتقد أن البعض منكم سمع عنه، هو في مجال النقد الأدبي وخصوصا النقد الهامش، اختار الأدب الهامش من زفزاف محمد الشكري إلى آخره. وتواجدي معكم لأنتقل من مدينة مكناس هنا، وأشكر الأخ مخوم الذي هداني الطريق لأصل إلى كلية العلوم الطبية، لأن يعني أصبحت شيئا ما غريبا عن هذه المدينة وغريبا عن متاهاتها. كذلك أود هنا، وليسمح لي أستاذ الحبيب، أن أدلي بشهادة ميت سي أحمد عفيف. سي أحمد عفيف أستاذ رحمة الله عليه كان رئيسي المباشر، لأن اشتغلت في مدينة مكناس لمدة 8 سنوات، وعلمت في السنة السابعة أنه سينتقل إلى مدينة المضيق، وقلت له بالحرف أستاذي السيد المدير في حفل أقامه الأساتذة نحن في هذه الإعدادية إعدادية الأزهر لينتقل إلى إعدادية أو ثانوية ابن بطوطة التي كان يشتغل فيها أستاذي الكريم. إذا كنت أطيل غادي توقفني الأستاذ. إذن فقلت له أنتم ستنتقلون وستجدون الأستاذ بالألف واللام. أجابني رحمة الله عليه، قال لي أستاذ الناصري لا أعتقد، هو ما خلف فينا هذا الأستاذ الجليل الذي أعتبره واعتبره القارئ الناقد في نهايتنا قرأ الكتاب قراءة النقدية دقيقة جدا، وسأسلمها لإخوة المشرفين على تنظيم الكتاب، لأنه ربما أنا الغائب الحاضر في هذه الحلقة. فقال لي السيد المدير رحمة الله عليه، قال لي أنه بعد 4 أشهر التحق السي أحمد عفيف بالثانوية ديال المضيق، ووجدته بعد 4 شهور يحضر جد قيتو صدفة مدينة مكناس، وقال لي فعلا أنا حينما وصفت لي الأستاذ كنت يعني أقول فقط من محاباتك، نعم، ولكن حينما رأى الأستاذ يعني تعجب، وتعجبت أنا، لأنه مدينة المضيق وأنا التقيت بأستاذ الحبيب مرتين، الكل يعرفه كما عرفته تمارا، عرفه المضيق بنسائه بدكاكينه بجميع تجليات هذه المدينة، لأن ربما قد تشابه مدينة تمارا. كلا أطيب وسأتي للختام. إذن هنا أقول أنه هو هذا الرجل الطيب وهذا الأستاذ الفاضل هو الذي خلق مني أستاذا، هو الذي علمني في حضرة الدرس وفي جمعية المغربية الفردية الشبيبة التي أفتخر الانتماء لها هذا الدرب، لكي نصون الدرس ونصون نحاول أن نكون ساحرين. قال هو ربما أنبياء، ولكن ربما ساحرين نجذب الاهتمام ليتواصل هذه الأعراس داخل الحضورات، رغم أن وأنا شاهد على ما أقول أنه الأشياء تغيرت في الأستاذ الجليل، وأنتم أشرتوا إليها في كلمتكم، خصوصا أن هذا الجيل ربما بهجوم التقنيات والتقنيات
تقنية التواصل الاجتماعي أصبح جيدا جدا. إذا أشكر لكم هذا العرس وأحييكم تحية صادقة من القلب. شكرا لكم. نور الدين المصيري على هذه الشهادة الطيبة في حق الأستاذ الحبيب عبد السلام. نمر إلى طالبة، عفوا أستاذة لا أدري، حورية. حورية تذكير فقط للحضور الكرام أنه سيتم توقيع الكتاب من طرف الأستاذ الحبيب عبد السلام. أولا سلام الله عليكم جميعا أيها الحضور الكريم، وبداية فإنني سأبدأ أولا بكلمة شكر إليك أستاذي العزيز، إليك أستاذي الفاضل، أجمل شكر. فعلا لقد ساهدت بكتابك، بكلماتك العذبة، بتجربتك سيدي في تغير تفكيري وتفكير كثير من الطلبة ومن الأساتذة. أنا شخصيا فعلا لا بد من أن أشارك ما أثر في مع الطلبة الآخرين، الطلبة الذين يوجدون أو يدرسون بمدارس العليا للأساتذة، المدارس العليا للأساتذة بمدن مختلفة. لقد سرنا معك إلى بحر مليء من الذكريات، والله يشهد أن قراءتي للصفحة الأولى قد أثرت فيا. هنا ظهر النجاح، وهنا ظهر أنه عندما تكتب شيء من القلب فإنه يصل لا محالة. وأشهدك سيدي الأستاذ، وأشهد جميع الحضور الكريم أنك قد أثرت في حقا، وأنني عفوا أحبك حبا في الله، أحبك مثل أبي، لقد أحببتك منذ قراءتي للصفحة الأولى والله يشهد على ذلك. إنني يا أستاذ ومع حضور كل طلبة أشهدك على ذلك. وفعلا أريد أن أكون مثلك، وكلنا إن شاء الله. الصفحة الأولى من كتابك أثرت فينا، وما زال تأثيري حقا هو قول بأن علي بكل عبد اللطيف كداي، وقول الأستاذ أنهم كانوا تلاميذة لك، حقا هذا قد أثر فينا كثيرا. ما أثر فينا أيضا هو تلك الروح الجميلة التي كانت الآن تجمعك كأستاذ وتجمع تلاميذك الذين كانوا يدرسون عندك. شكرا لك، وهنيئا لك بهذا العمل الشيق، وهنيئا لك بكل ما أثمرته من جهود. شكرا لك. حنان
مساء الخير جميعا. صراحة لدي ثلاث أسئلة بخصوص ذكرتكم، ويمكننا أن تصنف هذه الأسئلة ضمن أسئلة فضولية حول ذكرتكم، فتقبلوها من فضلكم. السؤال الأول، قلتم في الورقة الثانية عودة إلى البداية قولا لن تكمل أسبابها، وهي حينها بدأت أشعر بالاختناق جراء تبدل الأحوال. وسؤالي هو، ما هي هذه الأحوال التي تغيرت وجعلت نفسك يضيق قبل مرض والدك؟ إذ أشرت سابقا أن هناك أمورا كانت تجري أمامك وخلفك دون وعي منها، فما هي هذه الأمور؟ سؤالي الثاني، قلتم آنفا أن أجرتكم كمدرسين للغة العربية في سنتكم الأولى لم تتجاوز 450 درهما، وأن هذا الأمر كان يزعجكم ويشعركم بالإحباط، وعلى حد قولكم نقضت علي عيشتي سنوات، بمعنى لاحظتم هذا الشعور الذي يحمل في ثنياته عدم رضا بالوقت، خاصة أنكم ألقيتم نظرة على أجور المدرسين للغة الفرنسية التي تفوق أرقامكم أضعافا وأضعاف. ومن خلال هذا كله، هل سأراكم يوما ندما على اختيار منا بغض النظر على مدى حبكم لها؟ أما السؤال الثاني، فقد صرحتم في ورقتكم السابعة بعنوان شمعة أزاحت حرمتي أن من يقرأ هذه الأوراق يظن أن طريقكم لم يكن شائكا بالمرة، وإنما كان منبسطا ممهدا، وهذا ما يجعلني أطرح سؤالا، ما الذي جعلكم تقتصرون في الحديث عن الذكريات المشرقة دون المظلمة؟ وأيضا مع عدم توضيح ما مررتم به من عراقيل وما تحملتموه من سلوكات غير مرغوب فيها سواء من قبل الإداريين أو من المفتشين. وشكرا. شكرا ليلى. ونمر إلى حنان. نعم. إذا عفوا أميمة. إذا نعم أميمة، بعدها مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الورى وخير من وطأت قدميه الشريفة الثرى، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يشرفني ويسعدني أستاذي الفاضل أن أكون من بين الحاضرين في هذا اللقاء المفتوح معه. الأستاذ الكبير إسلام الدراوي، روايتك أعراس في حجرة الدروس رواية خطتها أنامل صادقة ومبدعة آمنت برسالة التعليم التي يجب على كل أستاذ مقبل على هذه المهنة أن يدركها فروايتك أعراس في حجرة الدروس وجدتها، وأظن أن الجميع يتفق في هذه المسألة، من الروايات المهمة التي يجب على كل مقبل على هذه المهنة أن يقرأها ويتمعن في سطورها حتى يكشف خباياها وأسرارها. فالرواية بأكملها تحمل في طياتها رسائل تربوية توجيهية قدمتها لنا أستاذنا الفاضل بالأساس إلى فئة معينة ومحددة، ألا وهي الأساتذة، ولا سيما أساتذة المستقبل على وجه الخصوص. إنها رواية تعكس لنا وبشكل واضح وجلي تلك العلاقة القوية المتينة التي كانت تجمعك بين تلاميذك في جميع طوالها، علاقة أسست لحب دائم ووفاء مخلص من التلاميذ لأستاذهم الذي أبنى عمره من أجلهم وأدرك حقيقة رسالة التعليم التي كان يحمل أعباءها على أكتافه. إنه الأستاذ الحبيب عبدالسلام دراوي الذي مر بثلاث محطات رئيسية في مشواره التعليمي لمدة 42 سنة، محطات أبرز فيها صورة الأستاذ الجيد المبدع الذي يقدم كل شيء من أجل تلاميذه وتلميذاته ويتحمل كل أنواع المشقة والتعب والمعاناة في سبيلهم، إيمانا منه بأن كل شيء يهون من أجل التلميذ. الرواية
التي كنت تشعر بها وأنت تلج في حجرة الدار، وتلك الحيوية التي كانت تسري في كيانك وأنت تعلم بأنك مقبل على زرع بذرة العلم في نفوس التلاميذ والتلميذات حتى تتحول هذه البذرة إلى شجرة يافعة ومثمرة في المستقبل الكريم، وقد كان لنا ذلك. ولعل ما استنتجته من هذه الرواية أو بالأحرى ما حاولت أن ترسمه في عقولنا وفي عقل كل قارئ لها أن أعظم زاد قد يجنيه الأستاذ في مسيرته التعليمية إنما هو حب التلاميذ له ورضاهم عنه، ففيما ستنفع الترقيات والتنبيهات إن فقد الأستاذ حب التلاميذ، وهذا قد صرحت به في ورقة من الأوراق، فهنيئا لك بهذا العمل العظيم الذي أنجزته. نعم، إذن مع آخر السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصفتي طالبة كلية علوم التربية تخصص التعليم الابتدائي، أريد أن أشكر كل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، على رأسهم سيد عميد الكلية، والشكر موصول إلى الأستاذ عبد السلام الحبيب الضراوي الذي جعلنا نعيش بين طيات هذا الكتاب أحاسيسا مؤثرة لعلاقة الأستاذ بالتلميذ التي أصبحت غير مرئية في يومنا هذا. حقا أريد أن أقول بسيادتكم السيد عبد السلام الحبيب الضراوي، لقد تمنيت وأنا أقرأ هذا الكتاب لو درست على يدك وكنت من مواليد السبعينات والثمانينات لأحظى بصداقتكم. وأنا أسبح وسط أوراق هذا الكتاب شد انتباهي موقف أظن أن كل من يجلس في هذه القاعة عاشه ومر به في ماضيه، ألا وهو الوقوف لأطر المؤسسة من أستاذ ومفتش ومدير، باعتبار هذا الوقوف رمزا من رموز الاحترام والتبجيل. لكن سيادتكم كان له رأي يعاكس هذا، لقد أحببت نظرتك لمفهوم الاحترام الذي لا يمكن التعبير عنه بالوقوف بل أكثر من هذا. وأخيرا أريد أن أقول تهانينا لتلاميذك الذين حظوا بتأطيرك وشكرا. نعم، إذن شكرا لكل الطلبة الأعزاء الذين قدموا نقاشاتهم ويعني تفاعلهم مع الكتاب. سنمر إلى تدخل الأستاذ محافظ مبيد وبعدها الأستاذة بوشهان خليجة. الأستاذة محافظ. شكرا. أكيد أن القاعة التي احتضنت جائزة الجوائز لكي قم بها حلقة ذاكرة الإنجليزي، جائزة الخامسة اللي كنشكرو الأخ العميد على المساهمة ديالو في تنوير رأي العام الشباب حول مجموعة من المواضيع. الآن أتدخل بالنسبة لاحتفال اليوم، فهو احتفال مميز لعدة أسباب. أولا أنا كعضو حينما تم طرح الاحتفال ديال سي الحبيب لم يعترض احدا سواء الذي يعرفه والذي لا يعرفه. لماذا؟ لان الاسم ديال الحبيب كان اسما ذو اشعاع ليس على صعيد تماره بل على صعيد الرباط كذلك. انا كشخص انا عضو ديال لاميس فرباط كنا نسمع عنه، ربما انا التقي معه في مجموعه من الاشياء. انا كذلك كما حالكم خريج المدرسه العليا للاساتذه ولكن في اواخر الثمانينات، وحينما عينت بتماره. حينما درس بتماره اسم سي الحبيب كان معروفا بين التلميذات والتلاميذ والأطر، أي بمعنى كاسم كان معروفا بشكل كبير. وحينما تحدث عن القسم وأنا كذلك أستاذ في القسم كنت ربما أرى مجموعة من الأفكار
أنا مررت بها، فحينما تحدث البعض عن العنف وغير ذلك، ربما ليس هناك فرق ما بين أساتذة قدامى وجدد، أنا ضد هذه المسألة، ولكن التحولات المجتمعية هي اللي جعلتنا كنلقاو الآن تلاميذ بشكل أو آخر. هذا آخر. أنا فقط سؤالي باش ما نطولش، سؤالي، فهنا القاعة كما قلت في السنة الماضية كانت الحلقة قد قامت بحفل تسليم جوائز، فالحلقة تقوم كل سنة بجائزة للتطور، لأن مفهوم التطور قد تراجع في بداية فحتى الآن، فالجائزة الخامسة كانت في هذه القاعة بحضور مجموعة من الأطر. أنا سؤالي من خلال الكتابة أو الكتاب سهل القراءة، أنا سؤالي حينما قلت أنك عشت في تمارا في مرحلة ولاحظت أن عملك كان ما بين الغزالي والتي أعرفها والتي أصبحت ثانوية الآن بعد أن كانت الإعدادية ودار الشباب وعمل آخر نقابي وحزبي، ولكن لاحظت حينما اتجهت إلى الشمال لم أرى العمل الجمعوي، هل كان هناك إشكال أم أنك فضلت الاهتمام فقط بالجانب التعليمي والتلاميذي بدون هذا الجانب؟ وشكرا. شكرا لكم أستاذ محافظ مبيد.